اهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعي شاشه التلفزيون اليوم السابع مع حضراتكم شروق وجدي، ولسه الشارع المصري بيتساءل عن حنين حسام ومصيرها ايه البنت دي بعد ما قضت المحكمه، محكمه جنايات القاهره المنعقده في التجمع الخامس برئاسه المستشار احمد الجندي بمعاقبه فتاه التيك توك حنين حسام بسجن مشدد 3 سنوات بتهمه الاتجار في البشر بعد او يعني بالقضيه المعروفه اعلاميا بفتاه او فتيات التيك توك. الكل بيسال دلوقتي عن مصيرها هيكون ايه. خلونا نعرف اكتر عن حنين حسام وعن تفاصيل القضية من الزميل أحمد حسني نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك يا شو. يعني في البداية خليني أسألك، ما هو الوضع القانوني دلوقتي لحنين حسام؟ أقول لك إن شو دلوقتي إن حنين قضت من المدة اللي قضت فيها المحكمة حبسها طبعا 3 سنين وغرامة 200,000 جنيه، قضت 21 شهر يعني تقريبا ثلاث ارباع نص المده، يعني فاضل لها بالظبط شهرين او 3 شهور بالكثير وتقضي نص المده. خلينا لحضرتك ان محامي حنين بعد انتهاء الجلسه على طول وبعد صدور الحكم ضدها الحبس 3 سنين قال ان هو هيقدم مذكره فورا للافراج عن حنين حسام بعد قضاء نصف المده، وده اللي بيرجح ان حنين حسام ممكن خلال شهر كتير او شهرين ممكن تكون خارج اسوار السجن طبعا بعد دفع الغرامه ال 200,000 جنيه، وده اللي قاله محاميها، وقال كمان ان الحكم مرضي جدا وان هو كمان هيقدم مذكره بالنقض امام محكمه النقض لانه طمعان في ان موكلته او حنين حسام تحصل على البراءه عشان ما يكونش عليها اي احكام سابقه ويكون عليها جنايه، لان الحكم الصادر يعتبر حكم اولي. ما زالت هناك درجة من التقاضي قدام محكمة النقض دي اللي هتفصل إذا كانت المتهمة ممكن المحكمة تؤيد الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات أو تخفيف الحكم ممكن تاخد سنة أو سنة ونص، أو كمان ممكن احتمال ثالث آخر هو القضاء ببراءة حنين حسام من التهم الموجهة ليها بشكل كامل. يعني أحمد أنت بتوضح لي بالفعل أنه تم تقديم طعن من المحامي الخاص بها بشأن الحكم الصادر في المحكمة، وبالفعل في إجراءات بتتخذ تجاه حنين أن هي ممكن تقضي سنة بس في السجن اللي هي أصلا مدة اللي قضيتها، أو توصل لسنة ونص ودي هيكون فاضل فيها شهرين تقريبا أو 3 وتخلص المدة دي، صحيح؟ بالضبط، هي قضت 21 شهر داخل اسوار السجن وده يعتبر يعني سنه وحاجه، يعني سنه وكام شهر. فالمحامي بتاعها اشتغل على طريقين، الفريق الاول قدم مذكره العفو عن حنين حسام بعد قضاء نصف المده في السجن، والطريق الثاني ان هو قدم مذكره بالفعل ليه او نقض قدام محكمه النقض لاعاده محاكمتها او النظر في القرار الصادر اما بالغائه او القضاء ببرائتها او تخفيف الحكم الصادر يعني. طيب خليني اسالك يا احمد برضو، يعني هل حنين حسام في قضايا تانية بتتحكم بسببها ولا هي بس قضيه فتيات تيك توك؟ هو حنين حسام كانت متهمه في قضيتين شبهات مقل الاداب، ودي كانت قدام المحكمه الاقتصاديه. حنين المحكمه الاقتصاديه قضت ببراءه حنين حسام بشكل كامل، هي معاها مواد الادهم وكان معاهم 3 كمان من الشباب كانوا بيساعدوهم في رفع الفيديوهات وتشهير الفيديوهات الخاصه بيهم. المحكمه الاقتصاديه كانت قضت ببراءه حنين حسام بشكل كامل، وكمان كان معاها مواد ببراءتهم هم اللي، لكن المواد كان عليها غرامه 100,000 جنيه. اما القضيه الثانيه اللي هي كانت بالاتجار في البشر قدام محكمه الجنايات، ودي اللي قضت فيها المحكمه بمعاقبه مواد الادهم بالحكم في السجن 6 سنوات غرامه 200,000 جنيه، وحنين حسام بعد ما كان الحكم الغيابي 10 سنوات تم تخفيفه طبعا زي ما كلنا عارفين 3 سنوات فقط وغرامه 200,000 جنيه. فدي القضيتين اللي كانوا على حسام هي كده بشكل كامل انتهت كل القضايا التي وجهت ضدها يعني من النيابه العامه. الزميل احمد حسني نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، انا بشكرك جدا على كل المعلومات اللي قلت لنا عليها. شكرا.
بشكرك مرة أخرى، شكرا لكم متابعينا ومشاهدي شاشة التلفزيون اليوم السابع، وانتظرونا دائما على مدار الساعة في تغطيات خاصة جديدة. إلى اللقاء.